ايه يا جماعه، عاملين النهارده كده يا باشا؟ لقيت لعبه اخيرا، يعني مش لعبه حلوه قوي، يعني ايه لعبه كده نوعا ما تسليكيه ليها ضجه كده على النت، هنعملوا عنها سلسله. سبب ما يا جماعه انا اي لعبه بحملها تقريبا بعمل عنها سلسله، يعني تقريبا تحليل لباقه النت حاجه زي كده. من غير رغي كتير ندوس بلاي ولا غير كتر اشتراكات، يلا بينا يا باشا. عارف ايه؟ هنفضل كده كتير يعني ولا او كلامهم كثير بيتكتب؟ شكلنا هنعاني يا جماعه في الزمن ده. دوس اف، اكنك بتدوس انتر في لعبه الجد. ايه ده؟ دوس اف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللعبه دي سلسه كده، حاسسها سلسه. المهم نتجول كده نشوف المفروض نعمل ايه يعني. عايز مفتاح هنا، وهنا نفس النظام تقريبا. المنطقه ده هي يعني نوعا ما مزرعه، واحنا بنحاول يعني نبني فيها يعني وشنا ده غراب بصراحه، عمال يدينا يعني في معلومات. ايوه بنزرع كده يا جدعان، هو من غير ايدين بيبص فيها تقريبا وما بيبصش كمان، هو بيقف عليها بس. يا عم اسكت، والله ما فهم لك كلمه. تقريبا يا جدعان ندي لها ميه الدكتور اهو. ايه ده؟ هو انا ما بديهاش ميه يا جماعه، انا بعمل حمام عليها تقريبا، بس مش مشكله. هو تقريبا دي اسرع زراعه في العالم تقريبا، لو الحياه سهله كده لكن زماننا يعني ما حدش. ايه ده الميه خلص؟ ايه طب حد يشربه الواد ده ميه، خليه يعمل حمام كده. عم غراب ماليش عندك ميه؟ ده عبس في جوه البيت يعني ولا حاجه. إيه هنا ميه؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده الشفت؟ شفت بيجري. ايه ده يا جدعان؟ انا الحاجات مش مستوعب ايه اللي حصل يا جدعان. هي دي لعبه رعب ولا لعبه ايه ده؟ نعيد البناء مره اخرى. انا حاليا دلوقتي ما بقاش مستريح، في حاجه غريبه. اللعبه دي لعبه رعب. انا احط الشمسيه دي. عارف لو افهم لك كلمه والله العظيم هتريح على نفسك. نعمل حمام يا باشا على الزرع مره اخرى ونرجع لكم يا باشا بعد ما زرع. هي دي الاخرانيه دي اللي بتفضى في الاخر، مش عارف هو اجيب ميه منين يا جدعان. انت حكيت امك ايه؟ انا اللي طلعت يا جماعه اعمى وانا مش واخد بالي. كمل يا باشا الزراعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دوسات دوسات. طبعا كده خلصت الزراعه كلها. عمي يرحمنا. بيقول لي دوس ار علشان نطلع المصباح عشان الليل هيليل وكده. خش البيت. شفت هنا كرافتنج تقريبا، المفروض اشتري محاصيل من هنا. ترقيات يا جدعان، يعني ما ينفعش اشتري محاصيل من هنا. من المحاصيل هو ايه ده بالظبط؟ انا سامع صوت غريبه. سامعين؟ نخش اللي بتحتياط. اوعى على الارض. لا 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 لا، اعوذ بالله اعوذ بالله. هو ايه ده يا جدعان؟ انا دخلت لعبه غلط يا جدعان ولا ايه؟ السلام عليكم. حاول نزرع كده بالسكات. بص يا جدعان، هي اللعبه زي ما تقول كده سهله وصعبه في نفس الوقت، ومش مرعبه ومرعبه، وحلوه ومش حلوه الاثنين. بص ديب ويب. راح نزرع الميه. نزرع الميه ايه صح؟ والغراب راح فين؟ ده انا عصن شجره. ايه ده؟ انا بقول يا جماعه احنا ننجز عشان الموضوع ده مش مستريح منه. انا حاسس ان انا محبوس هنا صراحه. اخيرا المحاصيل طلعت، اخدها كلها. نزرع كمان سته. طب انا يا جماعه في المستقبل ممكن نزرع اكتر من كده قريبا. هنفضل كده كتير يا جدعان شكلنا. والمصباح يا جدعان باظ زي ما انتم شايفين. مش عارف يا جدعان البتاعة دي تقريبا بتاعة المصباح فضيت، ما تعرفش بقى تعمل بيها ازاي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وش هذا؟ ده تقريبا يا جدعان عايز 8 غصن شجرة والبتاع. بص هم عايزين الحاجتين دول، وده عايز يا باشا تصليحات عشان نتكل على الله من الحتة المرعبة دي. يعني حرفيا في قصة في الموضوع وانا مش واخد بالي. ايوه الصوت الوحش رجع تاني يا جدعان. خش استخبى في البتاع. ايه ده بس كده؟ يا نهار ازرق، انا اتخضيت. عايزين نعمل ابجريد للحاجات ده هي. انا حاسس ان انا الفلوس اللي معايا دي يعني لازم انا استثمرها صح. ايه ده اللي جه؟ والله امضه بايظه. ده انا بقول انا ما احسن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا ولد اعيدوا من جديد يا باشا الزراعه. وانا لحد دلوقتي ما عرفتش لسه هم بيجيبوا المحاصيل منين. هي بتيجي لوحديها؟ وراب ده مثلا بيسرقها من الجيران ويجيبها لنا؟ المهم خدنا شويه عملات. هنستكشف المزرعه كامله كده عشان احنا ايه، في حاجات احنا مش فاهمين حاجه فيها. احصل ايه يا باشا لو اشتريت مثلا المفتاح ده؟ عرفت انا اللي هيحصل. يا ست ازرع يا باشا بسرعه، ازرع ازرع ما عندناش وقت. عارف هشتري المفتاح من المفاتيح، انهي واحده؟ الله اعلم.
ايه ده الفوت فتحت لوحديها سبحان الله. اعمل حمام يا باشا على المزرعه، الخطر حواليكوا في كل مكان. المزيد من النقود يا باشا. واضح يا جدعان ان كل ما بنزرع كل ما يعني وناخد المحاصيل بتدينا واحده زياده، واخد بالك انت؟ يعني اعتبر اشترينا الحته دي على الفاضي. المزيد يا باشا من الزراعه يا باشا المرعبه، القليله من المياه. مين تخيل يا جماعه ان اللعبه دي لعبه رعب؟ يعني صباح الحظ، يوم احمل لعبه يتحمل لعبه رعب. اخاف من حاجه واحده، الاقي واحد كده من حيث لا تعلم جه وراح انقض على بس شكرا عيد من الاول وانا سامع الصوت اهو. فنروح نستخبى في البيت احسن، خدنا المنطقه المحرمه. 3 2 1 عيب عليه. المهم نكمل يا باشا على السريع قبل ما يجي الليل ونصرخ. النقود 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 النقود. جبنا في سيره القطه يا جدعان. الليل جه ولا انا مت ولا ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اوكي انا خايف يا جدعان. ولكن حاجه حصلت يا جدعان، كمل الميه خلصت. ولكن في حاجه يا جدعان، نعبي الميه. الحصيل بتطلع ببطء، لكن الخيالات دي مش ده. انا لله وانا اليه راجعوه. هتخضونا بقى ولا ايه؟ اه سامعين الموسيقى؟ سامعين الطرب اللي شغالينه؟ يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ المفروض اجري يعني ولا اعمل ايه؟ تمام هاجي ناخد المحاصيل يا باشا. انا سامع اصوات غريبه، هنحاول نخش لجوه. انا خايف اخرج والله. اتحبست جوه يا جدعان. انا هحاول اتجول عشان ما اموتش. اعبي المياه يا رب. سامعين الاصوات؟ الله رعب يا ليفل ماكس. نزرع نزرع واحنا ساكتين علشان ما يتلبس واحنا قاعدين كده. الله 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 الله، يعني كده على عمان يعني ماشي. ملك الظلام قتلنا يا جدعان. بصراحة هكتفي لحد هنا اهوت، لما نشوف يعني حد كده في التعليقات يقول المفروض نعمل ايه علشان يعني يعني فهمونا يا جدعان. بعد ما تفهموني يعني ما تنسوش اللايكات والاشتراكات والحفرة في الماشية. ايوه. مش هينفع.